لكل الاشخاص اللي عندهم مشكله مع التعب، ما عندنا حيل، تعبانين، مش قادرين نعمل شيء بنيتنا نعمل بس مش قادرين، دائما عايشين حاله ارهاق. اليوم مع ضيفتنا عبير ابو رجيلي اختصاصيه التغذيه، رح نتعرف من خلال حضورها معنا على اطعمه خارقه مثل ما وصفتها لمكافحه الارهاق. صباح الخير عبير. صباح النور، اهلا وسهلا فيك. ميرسي. عن جد في شيء خارق بكافح الارهاق بالاكل؟ ايه. هلا بدايه بدنا نعرف عن التعب. للتعب في عنا عدة أسباب، أكيد في عنا أسباب مرضية، هيدي ما بدنا نغض النظر عنها، وعنا أسباب مرضية نفسية، في ناس بتتعب جسدياً لما نفسيتها تكون تعبانة. فهلأ نحن دايماً بالشق الغذائي منضوي على مدى أهمية نظامنا الغذائي لتكون بنيتنا أقوى، وحتى تأثير الأكل على النفسية وشحن ومد الجسم بالطاقة. فأكيد الأكل والتركيز على بعض الأطعمة ونظام غذائي صحي ممكن يخلينا نحارب التعب، نحارب الإرهاق، ويخلينا هيك نحس حالنا نشيطين أكثر. فهون خاصة للأشخاص اللي بيحسوا حالهم كتير تعبانين، بس أنا بدي أقول لكتير أشخاص إذا هيدا الشيء مزمن لازم نراجع الطبيب، نعمل فحوصات، نعمل تشيك أب تنشوف إذا في سبب مرضي للتعب المزمن، أو نقص فيتامينات أو معادن من الجسم كمان. أوقات ممكن يكون عنا فقر دم، يعني مشاكل بسيطة، وأوقات ممكن يكون عنا مشاكل أكبر من هيك، فنحن دايما نراجع الطبيب. ولكن إذا كان تعبنا أكثر من وراء يمكن شغلنا، من وراء نفسيتنا مش كتير مرتاحة، هون تأثير الأكل أكيد كتير كبير، ونظامنا الغذائي رح يكون له دور فعال لمكافحة هيدا المشكلة. فهلأ كل المشاهدين بتمنى منهم يركزوا على هول الأكل اللي رح نذكرهم حتى يحسوا حالهم هيك شوي عندهم باور أكتر. وأوقات بيكون عنا إرهاق جسدي نتيجة أكتيفيتي، يعني مقضيين النهار على البحر، خلصنا أخذنا شاور، رجعنا رحنا كفينا، سهرنا، قمنا تاني يوم بكير على الشغل، منا نايمين منيح، منحس حالنا هيك جسمنا تعبان. بس من الأفكار الشائعة عبير لما منكون بباد مود ومنحس حالنا هيك تعبانين، دغري منروح على دارك شوكولات. صح، يعني منعدل مزاجنا شوي. ما بدي سبق عليك، بس انه هيك يعني تنحط الموضوع بالاشياء المتداوله بين الناس. صح. هلا شوكولات داكن اكيد كثير منيح، ونحن كثير منركز عليه اكثر لانه في مواد انتي اوكسيدانت قويه، وتبين من خلال كل الابحاث العلميه قد ايه هو مفيد للصحه باعتدال. دائما حتى الاطعمه الصحيه لازم ناخذها بكميات معتدله، بس يعني ال 70 ولا 90%، في ناس ما بيقبلوا 90%، انا واحد منهم بقبل ال 70 بكل رياحه. كل ما كان الكاكاو اكثر كل ما الفوائد الغذائيه بقلبه اكثر، وهون كمان في دراسات على المزاج وعلى تحسن المزاج، هون مرتبطه اكثر بنسبه الكاكاو. أوكي. ليه؟ لانه الفرق بين الشوكولات الدارك والشوكولات العادي هو انه الشوكولا العادي في نسبة كاكاو كتير أقل لأنه في الزبدة العادية. صحيح. بينما الشوكولات داكن في زبدة الكاكاو، فبيرتفع في نسبة الكاكاو أكيد، وهون عم ترتفع في نسبة المواد المضادة للتأكسد اللي هي إلى هيدا الدور المهم. هلأ إذا كان 70% مش غلط، مهم نحن عم نروح على الخيار الأصح. دايما فينا نبلش 70% 75 ونعلي حتى نصير نتقبل الشوكولا في نسبة كاكاو أعلى، بس إذا كان 70% أوريدي منيح يا إلي. عظيم، يعني أنا بال الفئة المنيحة مقبولة. صح. صح. طيب عبير، نحن صور صاروا حاضرين عنا بخبرونا أكثر شو هن المأكولات الخارقة اللي بتكافح الإرهاق وبتعدل برك المود، لأن كله مرتبط مع بعضه، نظام الأكل ونظام الدماغ، حتى نكون بصحة جسدية ونفسية جيدة ويكون عنا هيدي الطاقة الحلوة اللي بنتمتع فيها بالعادة. صح. يلا منبلش نشوف أول مجموعة من الصور نحن وياك عبير. فهون. أكيد مع المشاهدين. فهون عنا تشيا سيدز يا إلي اللي هن كتير مهمين، وكتير هلأ عم نشهد إدراجهم ضمن النظام الغذائي إن كان مع الأكل مع السلطات. فكتير مهم إضافة التشيا سيدز لنظامنا الغذائي اليومي. فهون في أبحاث ذكرت
انه المعادن المتوفره بقلب التشيا سيدز وكمان الاوميجا 3 الموجوده بقلبهم هن كثير مهمين وكثير اساسيه لا يعطونا طاقه اكثر. وكمان اكيد ما بدنا ننسى في حال كان هون الارهاق سببه مشاكل نفسيه اكيد الاوميجا 3 كمان رح تساعدنا اكثر. فهون نركز تنظيف التشيا سيدز لنظامنا الغذائي، هيدي اول نقطه. عظيم، يلا النقطه الثانيه لنشوفها. على كل حال اوميجا 3 في كتار بياخذوا سبلمنت، وفي كتار كمان بس يكون مودن عاطل بيقولوا لنا روحوا على السي فود، على السمك. صح. تحديدا. صح. لانه كمان غني. فبدنا ننتبه هون لشغله كمان يا إلي بالصيفيه للاشخاص اللي بياخذوا متمم غذائي اوميجا 3، نحن بننصحهم اكثر بفتره الصيف انه يروحوا على الغذاء اكثر من المكمل الغذائي، لانه الاوميجا 3 بالصيف ممكن تاثر على البشره وريحه البشره. ف يعني نحن هون اكيد في ناس بيتفاعلوا مع الشمس، بيشوبوا اكثر، بيعرقوا اكثر، بيكون عندهم افرازات اضافيه. صح. فبننصحهم انه بالصيفيه نروح اكثر على نظامنا الغذائي الغني بالاوميجا 3، يعني ياكلوا سمك فريش. صح. وبالشتاء فيهم يرجعوا للسبلمنت، بس قد ما فيهم بالصيف اذا كانوا قادرين يبتعدوا عن السبلمنت الاوميجا 3. عظيم، يلا بنشوف كمان فكره جديده معك عبير ابو رجيله. بنروح لل قبل رح نحكي عن الموز، ما حكينا عن فاكهه الموز المهمه، وخاصه ذكرت يا إلي كمان الاشخاص اللي بيعملوا اكتيفيتيز، والاشخاص نحن مثلا بنقول لهم يمكن قبل الجيم فينا ناخذ موز. الموز كثير مفيد، بيحتوي على البوتاسيوم، واكيد السكر الموجود بقلب الموز رح يمدنا بالطاقه لفتره زمنيه اكثر. فهيدا نوع من الفواكه كثير اساسي وكثير مفيد وبيحارب الجوع كمان، فهون بهيدي الناحيه بيساعدنا اكثر انه نخفف من التعب. فهيدا نوع من الفواكه كثير اساسي. هلا البعض بينصح فيه قبل النوم تناول. صح. موز، لان كمان غني بالمغنيسيوم بيساعد على الارتخاء، على الاسترخاء. صح. كمان فينا اذا نحن كمان كثير بنعاني من الارق والقلق، كمان قبل ما ننام فينا ندخل الموز لنظامنا الغذائي كفواكه. عظيم. هلا كمان فكره جديده لمكافحه الارهاق، لنكون نشطين، لان بدنا نكون نشطين خلص، يعني الاستسلام للتعب وهيك نكون منا بالمود مش. صح. حلو. صح. فدايما لانه إذا نحن تعبانين ومرهقين في كتير أمور نحن ممكن ما نعملها. صح. فهون منقلل مروة عليها وبتكون. صح. مهمة بحياتنا. صح. فمشان هيك نظامنا الغذائي أساسي. وفي برجع بعيد ليه أنا عم شدد على هالنقطة، لأنه في أشخاص بيستخفوا بالنظام الغذائي اللي هو ممكن يلعب دور وقائي ويلعب دور سلبي أنه نحن نتعرض لأمراض كتير. وهون العالم بس يا إلي لسوء الحظ بتفكر بالنظام الغذائي أو بالدايت كتخفيض وزن أو شيب أكتر. صح. يعني بدنا نعمل مظهر حلو. صح. ولكن هو بيتعدى هيدا الموضوع لأنه يطال الصحة. فهون عنا مثلا نحن لما نقول نركز على البيض، ليه؟ خاصة على وجبة الترويقة. هلأ بلش يتحسن الطقس لأنه في ناس بالصيفيه ممكن يكون عندها تحسس على البيض. صحيح. ولكن البيض كثير مهم على وجبه الترويقه لاسباب عديده. اول شغله البيض فيه بروتينات بنسبه مرتفعه، البيض فيه معادن وفيتامينات، البيض كثير خاصه صفار البيض مفيد للدماغ. عند الاولاد قبل المدرسه بيساعدهم يركزوا اكثر. شو ما كان مسلوق، مقلي، عجي، هلا اكيد بنفضل انه يكون مسلوق او لأن حتى في زيت او زبده عم ينقلها. ولحسن الحظ فينا يكون اومليت او يكون معمول مقلي من دون زيت، فينا نحط مقلي بالمي او مع بندوره مع خضره، نعمل البيض مثل اومليت. ولحسن الحظ انه في هلا كمان يعني نعملهم بقلب طناجر معينه، بقلب اوعيه معينه تساعدنا اكثر تما يلزق البيض. نعم. بطريقه صحيه اكثر. ففينا نطبخ البيض بطريقه سليمه اكثر. في عالم ما بيحبوا البيض المسلوق،
فينا نروح انه ناخذ الاومليت بهيدي الاصناف من الطناجر، او حتى فينا نضيف الخضره مثل البندوره اللي رح تمنع انه البيض يلزق على يعني الاواني اللي عم نستعملها. فهون البيض كثير مهم، وفي دراسات حديثه ذكرت قد ايه هو رح يمدنا بالطاقه لفتره زمنيه اطول، ورح يخلينا نحس حالنا كمان شبعانين. للاشخاص اللي بيعملوا حميه غذائيه وبدهم يضعفوا، البيض مهم لانه ما رح نجوع للوقعه الثانيه بسرعه. فبدل ما نجوع كثير بسرعه ممكن نضاين ساعات إضافية للوجبة. يعني هو مش بس عم نحارب الإرهاق، عم ننظم أكلنا، وعم نكون يعني على قد إذا بدنا نقول عم نعتمد الوجبات الأساسية 3 صبح ظهر عشية، وإذا اضطر الأمر يعني سناك فينا يعني ناخدها، وإذا بدنا فينا نستغني عنها كمان إذا عنا هيدا الكنترول وعنا يعني فترة الشبع أطول. بنهاية حديثنا معك عبير أبو رجيلي كاختصاصية تغذية اليوم، شو بتقولي هيك للأشخاص اللي عم يحضرونا؟ خاصة بعرف اليوم كتار بلشوا جامعاتهم، الجامعات الخاصة أغلبيتها بهيدا الأسبوع بتفتح المدارس، في منهم من نص أيلول وما فوق بلشوا كمان، والولاد بعد عطلة أكانوا شباب صبايا أو حتى بأعمار صغيرة، والأهل كانوا بفترة راحة ننام لأي وقت اللي بدنا إياه، هلا لا مجبورين نوعا على الألارم على وقت معين. كيف بدنا نستعيد نشاطنا بشكل سريع لو سمحتي؟ صحيح، نحن اليوم طرقنا لهيدا الموضوع كمان خاصة أنه أبواب المدارس فتحت، أبواب الجامعات فتحت، رجعنا لنظام معين. فحتى مثل ما نحن بنظامنا الحياتي في نظام، لازم كمان بغذائنا يكون في نظام، نرجلش حالنا أكثر، ننتبه لأكلنا أكثر، حتى نركز أكثر بالجامعة. حكينا بحلقات سابقة عن أطعمة بتساعدنا كثير على التركيز بالمدرسة وبالجامعة، وحكينا كمان هلا اليوم عن أهمية الأكل لمكافحة التعب، خاصة لأنه نحن فايتين من جو صيفية، مننام على وقتنا، كنا منوع على وقتنا، هلا بدنا نرجلج أكثر تما نتعب كثير. لازم نركز على هالاكلات اللي حكينا عنهم اليوم يا إلي. شكرا لك عبير على هيدي الاضاءه الحلوه والمفيده بنفس الوقت، بتمنى المشاهدين يكونوا استفادوا منها. على كل حال كل اللي فاتهم هالموضوع فيكم تخبروا الاصحاب انهم يفوتوا على يوتيوب او تي في شانل، تابعوا الحلقه وتاخذوا كل المعلومات وكل المعطيات اللي قدمت لنا اياها عبير. اهلا وسهلا فيك، شكرا لحضورك معنا. لكل الاشخاص اللي عندهم نشاف بالفم، الحل عند دكتور حنينة ابي نادر بضيافه زميلتي بلانش. خلوكم معنا بعد الفاصل.